بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم في أولى حلقات شرح قواعد اللغة الألمانية للصف الثاني الثانوي. أنا معكم هير محمود الكعدي، أستاذ اللغة الألمانية. أول درس عندنا ليكتيون فونف، الدرس الخامس. هنتعرف على القواعد اللي فيه. أول حاجة مع بعض كده نتعرف عليها الدي يارست سايتن، فصول السنة. ننطق مع بعض كده يا أولاد، دا فريلينج اللي هو الربيع، دا زمر الصيف، دا هربست خريف، دا فينتر الشتاء. يبقى اسمهم ايه يا أولاد؟ دي يارست سايتن، فصول السنة. كلهم بياخدوا الارتيكل دا يعني مذكر زي ما احنا عارفين، دا فريلينج، دا زمر، دا هربست، دا فينتر. بعد كده هناخد حاجة اسمها دي مونات، الشهور. طيب الشهور كلها بتاخد ارتيكل ماسكولين دا، وانا حبيت ابدأ بفصول السنة والشهور عشان قبل ما اخش في القاعدة بتاعت النهاردة هتعرفوا احنا وبنشرح ان شاء الله. دي مونات الشهور، دا يانوار، دا فبراير، دا مارس، دا ابريل، دا ماي، دا يوني، دا يولي، دا اوغست، دا سبتمبر، دا اكتوبر، دا نوفمبر، دا ديسمبر. يبقى كل فصول السنة شهور السنة بنسميها مونات، كلهم بياخدوا ارتيكل ماسكولين دا، بيشتمت ارتيكل دا. يانوار، فبراير، مارس، ابريل، ماي، يوني، يولي، اوغست، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. طيب نخش بعد كده على دي تاجست سايتن، اوقات اليوم. طيب عندي دا تاج اللي هو اليوم او النهار، ينقسم الى دا مورجن صباح، دا فور ميتاج قبل الظهر، دا ميتاج الظهر، دا ناخ ميتاج بعد الظهر، دا ابند المساء، دي ناخت الليل. يبقى لو لاحظنا كل اوقات اليوم بتاخد دير ما عدا ناخت ذا نايت بياخد ايه؟ دي. يبقى تاج او دير تاج اللي هي دي اليوم نفسه او النهار. دا مورجن، دا فور ميتاج، دا ميتاج، دا ناخت ميتاج، دير ابند ذا ايفنينج، دي ناخت اللي هو ذا نايت الليل. يبقى كلهم بياخدوا دير ما عدا ناخت بتاخد دي. طيب انا حبيت ابدا بفصول السنه وشهور السنه واوقات اليوم عشان القاعده بتاعتي النهارده. دي بريبتسيونين او تيمبورالي بريبتسيونين، حروف الجر الداله على الزمن. طيب انا عندي في المنهج عندي ايم، ام، اوم. ايم بمعنى في ال، ام في ال، اوم في ال. بنسال عنهم كلهم يا اولاد بفراج فورت اللي هي فان بمعنى متى. طب هناخد بالتفصيل حرف جر، حرف جر. تويرست اولا ايم بمعنى في ال، تاتي امام كل من. اول حاجه دي يارست سايتن، يبقى فصول السنه بتاخد حرف الجر ايه؟ ايم. واسال عنه دي الحاله بايه يا اولاد؟ بفان. سوم بايشبيل ام فريلينج، ام زومر، ام هيربس، ام فينتر. اوكي. طيب شهور السنه ام اوغست، ام ابريل، ام اكتوبر، سوم بايشبيل. يبقى انا عندي شهور السنه وفصول السنه بتاخد ايه يا اولاد؟ بتاخد ايم. اوكي. طيب بايشبيل امثله، فان كومس دو، متى تاتي؟ ايم فينتا، الشتاء. يبقى انا الشتاء فصل من فصول السنه اخد بريبسيون ايم، وسالنا عنه فراج فورد فان. اوضا ايم ابريل، ابريل مونات شهر، بياخد حرف الجر ايم، نسال عنه بآلات الاستفهام فراج فورد فان. بميركه لاحظ معايا، تاتي ايم امام كلمه يار اللي هي بتساوي يير او في انجلش، بشرط ان نذكر العام معها، ولكن اذا ذكر العام وحده لا نذكر ايم. يعني الكلام ده هير بايشبيلي بالمثال يتضح الكلام. نسال مع بعض كده هنا يا اولاد، فان كومس دو، متى تاتي؟ يجاوبني ان فورت يقول ايه؟ ايش كومي ايم ابريل، انا اتي في ابريل. طب لو عبر بالسنه هيقول ايه هنا؟ نوين تسين هوندرت نوين تسيش فار ايش ان دويتشلاند،
سنة 1990 أنا كنت في ألمانيا. طب لو لاحظنا هنا في كلمة يار مفيش، يبقى ما نقولش إيم، أنا أعبر بالسنة على طول ديريكت مباشرة. طب لكن هنا بايسبيل إيش فار إن دويتشلاند إيم 19 هندرت 19 يار، يبقى أنا كنت في ألمانيا عام 1990، يبقى هنا خدت إيه؟ إيم، عشان كلمة يار موجودة ناخد إيم. إيس جيتس فولف مونات إيم يار، ملحوظة هنا يوجد 12 شهر في العام. التعبير ده نحفظها الجملة دي تيجي أحيانا في الامتحان. ننتقل بعد كده لحرف الجر أم بمعنى في ال. طب يجي قدام إيه ده؟ بيجي أول حاجة قدام هنا في غلطة مطبعية، المفروض تاجست سايتين أوقات النهار، أوكي؟ زي إيه؟ أم مورجن في الصباح، أم نخمي تاج، أم آبند. طيب بيجي مع فوخن تاج أيام الأسبوع، أم سامستاج، إحنا أيام الأسبوع عارفينها طبعًا. سامستاج أو زون آبند، زون تاج، مون تاج، دينيس تاج، ميد فوخ، دونرز تاج، فغاي تاج. أم سامستاج مع تاريخ اليوم، أم أعبر بالتاريخ باخد أم. زوم بيشبيل أم تسنتي فيبروار 2010، أوكي؟ مع كلمة فوخن اند نهاية الأسبوع الويك اند تاخد أم، أم فوخن اند. طيب حرف الجر إن بمعنى في أمام كل من، نلاحظ كده الحاجات دي نحفظها عشان بتيجي في الإكزام امتحان. إن در نخت، النخت مع إنه جزء من أجزاء اليوم إلا إنه إيه؟ أداة ودي، ما ينفعش أقول أم هنا، بقول إن در نخت في الليل. كلمة فيرين الأجازة الدراسية، الكلمة دي يا ولاد بلورال جمع على طول ملهاش مفرد، يبقى إن دين فيرين في الأجازة الدراسية. طب ممكن إن يجي بمعنى بعد أو في خلال مدة، إمتى؟ لو جه بعده فترة زمنية محددة، أقول سوم بيشبيل إن سفاي شتوندين بعد ساعتين، أو إن أينر فوخي بعد أسبوع أو في خلال أسبوع. طيب أربعة حرف الجر أوم بمعنى في تمام الساعة إذا دل على زمن، وده دايما بياخد أور الساعة ما بياخدش غير أور. طيب اشبي لي أمثلة إيش جيهت سور شولي أم أخت أور، إيش جيهت سور شولي أم أخت أور، أنا أذهب إلى المدرسة في تمام الساعة الثامنة، أوكي؟ إذا دل على إيه هنا؟ إذا أتت إمبرال بريتسيون حرف جر زمني. ولكن إذا دلت أوم على لوكال مكان تأتي بمعنى حوله ويكون بعدها أكوزاتيف، ثم بيشبيل Wir sitzen um den Tisch. نحن نجلس حول الترابيزة. أوكي؟ ده بالنسبة لحروف الجر الزمنية. طيب هنخش على قاعدة تاني هنا داس فيرب. بعد تعرفنا على الفعل في زمن المضارع برزم تصريفه العادي، هناك بعض الأفعال الشاذة التي يتغير أصلها مع الضمائر دو وإير وزي وإس. إحنا أخذنا في سنة أولى تصريف الفعل وتدربنا عليه مع بيرزونال برينون ضمائر الشخصية، ولكن في بعض الافعال بيحدث تغير في اصلها. طيب اول فعل عندي هنا اللي هو ايه يا اولاد؟ لازم بمعنى يقرا. ايه اللي بيحصل؟ مع دو وير وزي واس بتحول الاي الى اي اي او اي اي او في انجلش او في دويتش اي اي. لو لاحظنا هنا مع الايش لازم، مع الدو ليست، مع الاير والزي والاس ليست، يبقى تحولت الاي هنا الى ايه؟ اي اي. طب مع الفير زي رجعت زي ما هي ليزن، مع الاير ليست، مع الزي ليزن، ومع الزي ليزن. طب ايه اللي بياخد حكم ليزن؟ زيه، نفس الشيء هنا مع الايس زيه، ولكن مع الدو والاير والزي والاس تحولت الاي الى اي اي، زيست او زيت، اوكي؟ اما تصريفه عادي مع فير زيهن زيت زيهن زيهن. طيب عند الفيرش بريشن معنى يتحدث هنا تتحول الاي الى اي او في انجلش او اي او في دويتش مع دو اير وزي واس. مع ايش هنا لاحظ في الجدول معايا ايش شبغيشه اي سبيك، يعني انا اتحدث ما فيش مشكله. دو شبريست، يبقى تحولت الاي الى اي هنا اوف انجلش اوف دويتش اي. مع الاير والزي والاس بري شبريشت، اما مع الفير والاير والزي والزي ما فيش اي مشكله، بضيف النهايه اللي انا حافظها متعودت عليها من سنه اولى، شبريشن شبريش شبريشن شبريشن. طيب عندي فارن هنا يسافر او شلافن او تراجن، التلات افعال دول بتتحول فيهم الا الى ا ام لاوت اللي هي بتحط عليها نقطتين معايا يا ولاد، مع دو اير وزي واس. فمع ايش بقول شلا فاري او شلافي او تراجي ما فيش مشكله، لكن لو لاحظنا مع دو شليفست تريكست فيرست، مع اير وزي واس فيرت شليفت
تغيكت وهكذا. لكن مع باقي الضمائر شلافن تراجن شلافت اوكي، هناك بعض الافعال تاخذ حكم الافعال السابقه. جيبن بياخذ حكم شبريشن تحول الاي الى اي، فيرجسن برضه بياخذ حكم شبريشن تحول الاي هنا مش في الفير الاي هنا الى اي. طبعا نيم ان احنا بنحفظه عشان بيتغير فعل ابنورمال او اون ريجل ميستيك شاز. عندك لوفن وزوفن تتحول الاي اللي قبل اليو الى ا املاوت، طبعا مع الدول اير والزي والاس. جيبه جيبست جيبت جيبن جيبت جيبن فيرجس فيرجست فيرجس فيرجسن فيرجست. مع نيم هنا لاحظوا مختلف تماما، نحفظه لازم نحفظه مع الايش نيم مع الدو نيمست مع الاير والزي والاس نيمت، ويرجع مع الفير والاير والزي والزي التصريف العادي نيم نيمت نيمن. اللوفن بتاخد نفس الحكم. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، على امل اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. كان معكم هير محمود الكاعد، اشكركم فيلن دانك، الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله.